هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك إن شاء الله تعالى. مرحبا إن شاء الله تعالى. ما زلنا أيها الأحبة في الله في باب ما يكره في الصلاة، وقد ذكرنا بعضا منها في الدرس الفائت، ونستمر إن شاء الله تعالى في هذه الدروس حتى رمضان، وآمل من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يعطينا القوة حتى نكمل باب الصلاة، لأنه باب من أهم الأبواب، وهو حقيقة باب طويل، ولكن سأشرع في التسارع قدر الإمكان حتى أنهي هذا الباب بعونه ومنه وجوده وكرمه وإحسانه. أما ما يكره فعله في الصلاة فقد ذكرنا العبث بالثوب أو بالبدن لغير الحاجة، العبث بالثوب أو بالبدن لغير الحاجة. طيب، إنسان عنده حكة وهذه الحكة يعني مزعجة، طب ما يحكش مثلا؟ لا، في شيء للحاجة ممكن. طيب، واحد رن تلفونه مثلا وكان حاطه على رنة معينة مثلا مزعجة، فيقول في نفسه طب ما هو الحركة قد تبطل الصلاة، يلا انسى الموضوع. طيب، والذي بجوارك والناس اللي حواليك؟ فلا، في مثل هكذا حالات يجوز أو تجوز الحركة. أيضا الاختصار، قلنا أن يقف بهذا الشكل، الاختصار يضع يديه بهذا الشكل، قلنا هذا لا يجوز. أيضا رفع البصر إلى السماء، رفع البصر أثناء الصلاة تجده يصلي أو إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فعل هذا الفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام، شوف التحذير، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. فالمسألة جد ليست بالهزل، سمع الله لمن حمده تفعل بالطريقة ربنا ولك الحمد إلى موضع سجودك، ما في داعي أنك ترفع عينك بهذه الطريقة. أيضا الالتفات لغير الحاجة، إذ أن هذا الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، لا تبطل الصلاة ولكنها ماذا تفعل؟ تنقص من أجرها. أيضا النظر إلى ما يلهي، سواء كان في السجادة أو أمام المحراب أو أي مكان تقف أمامه، فإذا نظرت إلى شيء يلهيك فاصرف بصرك عنه، وإنما انظر إلى موضع سجودك. السادسة وهي السدل وتغطية الفم، وشرحنا ما معنى السدل، وقلنا أيضا تغطية الفم بالذات في بلادنا، انت عارف بحطوا الشماغ مثلا، بتلاقيه مثلا في الشتاء كثير ما كنت أقف مثلا في صلاة الفجر تكثر في هذا الموضع، تجد الإخوة المصلين جايين مثلا شادين على حالهم العقال أو الشماغ ومسكرين هذه المنطقة. قل لهم يعني الأصل أن تبين فاهة أو فاكة، فتغطية الفاه أو الفم مكروهة في الصلاة، والله تعالى أعلم. أيضا من مكروهات الصلاة كثرة التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. شو يعني فليكظم؟ يعني أنت بتحاول، شوف أول ما عفوا تفتح فمك، ها، حاول أنك تكظم من أول أفا بتمسكها. كثرة التثاؤب تلهيك عن الصلاة وتؤدي إلى النعاس، فالأصل فيك تكظم منها ما استطعت، والله هو المعين على ذلك. أيضا من المكروهات البصاق جهة القبلة أو عن يمينه، البصاق جهة القبلة أو عن يمينه، إذ أنه لا يجوز. سابقا إذا كان أحدهم أراد أن يبصق، تعرفوا ما كان في حصر أو غير ذلك، كان يبصق مثلا على يساره وهي خطيئة فكان يدفنها، طبعا
طب احنا الان صعب في موضعنا هذا، فلذلك الاصل طيب لو طلعت منديل طلعت منديل اخرجت منديل ما عليك بأس، بالذات اذا يعني شعرت بانه مثلا عطست عطسة او ستعطس عطسة شديدة، فالاصل فيك ان تهيئ نفسك، ما كان عندك منديل لا حرج فيك ان تفعل هكذا، لا حرج ولا تؤذي من هم بجوارك. طيب مسألة جيدة، اذا غلبتك نخامة، اجلكم الله، هذا الفقه لابد انه نذكر بعض المصطلحات. غلبتك مثلا نخامة طلعت معك، احنا بنسميه بلغم، فانت بتروح عادي، فعندما سعلت خرج منك البلغم. قال الفقهاء ان كان له جرم، اجلكم الله، ان كان له جرم يعني عفوا كمية كبيرة، فهمت علي، بحيث انك عفوا لو ارجعته وبلعته وشعرت بطعم هذا يبطل صلاتك طبعا، لانك وكأنك اكلت او شربت شيئا، فالاصل فيك ان تخرجه. طيب ما معك شيء شو تعمل؟ تأخذ بثوبك، ما استطعت اخرج من الصلاة، لانك اذا اعدت هذا البلغم الى فيك وكأنك اكلت او شربت شيئا وهي من منهيات الصلاة او مبطلات الصلاة. ايضا تشبيك الاصابع من مكروهات الصلاة، قلنا كف الشعر والثوب، النساء يتكلم كالعادة، أخواتي النساء، تشبيك الأصابع قلنا من مكروهات الصلاة، كف الشعر والثوب أيضا من مكروهات الصلاة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة، كما قلنا في دروس سابقة، سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا ثوبا، لأنه الشعر يسجد والثوب أيضا يسجد لله تبارك وتعالى. أيضا من المكروهات تقديم الركبة على اليدين في السجود، وقد ذكرنا ذلك كثيرا. أيضا بسط اليدين في السجود، ليش قلنا؟ مين يذكر؟ لو 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 سجدنا بهذه الطريقة، أحسنت أجلك الله، كمثل الكلب هكذا، وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة. قال اعتدلوا في السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. أيضا الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين، الطعام عرفناها، الأخبثين البول أو الغائط، إن كان فيك أحد هذين الأمرين الأصل فيك أن تقضي حاجتك ومن ثم تتم صلاتك. لماذا؟ فإنها أدعى للخضوع والخشوع. أيضا ذكرنا مسابقة الإمام مكروهة، فهمت علي، يقول صلى الله عليه وسلم محذرا من يفعل هذا، قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، شوف التحذير، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، عافانا الله وإياكم. قال لماذا يعني لماذا هذا التحذير الشديد في هذه المسألة؟ قال حتى يبقى للإمام هيبته، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كانت هناك ثمة مسابقة لم يبقى من هيبة في هذه الصلاة، فالأصل في هذا الدين أنه دين النظام، فقد جعل الإمام ليؤتم به. وقفنا إلى هنا، أتوقع ما يباح فعله في الصلاة وهو مهم جدا الآن،